بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في مستهل هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد حديثه عن الأذان والإقامة: باب شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. كل عبادة لا تصح إلا بشروط، والشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح الأصولي، الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم الشروط، يلزم من عدم شروط الصلاة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من توفرت فيه هذه الصلاة، لا يلزم وجود الصلاة في من توفرت شروطها فيه. نعم، لا يلزم وجودها، كشأن سائر الشروط، لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها، وإنما يلزم الوجود لأمر آخر، لأمر آخر خارج عنها. وشروط الصلاة هي أمور تتوقف صحتها عليها، وهي قبلها وتستمر فيها إلى الفراغ منها. نعم. قال رحمه الله: شروطها قبلها. نعم، شروط الصلاة قبلها، لأن الشروط تتقدم على المشروط، وهذا في كل شيء لا بد أن يتقدم الشرط على المشروط. لكن قالوا تستمر أيضا، يستمر وجودها في الصلاة حتى الفراغ منها. نعم. منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. شروط الصلاة من أهمها أولا الوقت، فالله جل وعلا حدد للصلوات مواقيت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة، بيّنها الله جل وعلا وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تصح الصلاة في غير وقتها، إلا باستثناءات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. ولأن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد ليلة المعراج، نزل إليه في الأرض، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، في اليوم الأول في أول الوقت، ثم اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين هذين الوقتين. فدل على أن الصلاة
تؤدى في وقت محدد، في أوله أو في وسطه أو في آخره. أما إخراجها عن وقتها بأن تصلى قبل الوقت أو تؤخر عن الوقت فهذا أمر لا يجوز، ولو صلاها على هذه الصفة لم تصح لتخلف الشرط، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط كما قالوا يلزم من عدمه العدم. نعم. والطهارة من الحدث والنجس. كذلك من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، وهو الوصف الذي يقوم بالبدن كالبول والغائط والجنابة والحيض والنفاس، فهذا حدث يتطهر منه بالوضوء إن كان حدثا أصغر، أو بالاغتسال إن كان حدثا أكبر، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث صحيح. وكذلك الطهارة من النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي فيها، لا بد أن تكون هذه الأشياء طاهرة، ثوبه وبدنه وبقعته التي يصلي فيها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما ثم إنه خلع خفيه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة خفافهم أو خلع عليه، خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت، فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيهما خبثا أي نجاسة، فدل على اشتراط الطهارة للثوب للملبوس من ثوب وغيره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب ثوب الحائض قال تقرصه ثم تنضحه، قال تحته، تحت الدم يعني، ثم تقرصه يعني تفركه في الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فدل على اشتراط صحة الثوب، على اشتراط طهارة الثوب من النجاسة. وأما البقعة فلأن أعرابيا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاضرون في المسجد، فذهب الأعرابي يسيرا ثم بال في طائفة المسجد، فهم الصحابة أن يوقعوا فيه فزجرهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه، فلما فرغ من بوله استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن المساجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، فدل على اشتراط طهارة البقعة، البقعة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الله جل وعلا نصب علامات لدخول الوقت واضحة الحمد لله يعرفها العام والمتعلم ويعرفها الذكر والأنثى ويعرفها كل مسلم، علامات واضحة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده. فوقت الظهر وهي الصلاة الأولى، الظهر تسمى بالصلاة الأولى، وقتها من الزوال أي زوال الشمس عن كبد السماء ومحاذاة الرؤوس إلى جهة الغرب، وعلامة ذلك أن يظهر ظل من جهة المشرق،
فإذا ظهر ظل من جهة المشرق فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر، وذلك لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوال الشمس. نعم. إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يتساوى الظل والشاخص، يساوي ظل كل شيء ذلك الشيء، يكون بمقدار طوله، فظل الرجل يكون على طول الرجل، وظل العصا على طول العصا، وظل الجدار على طول الجدار، وهكذا. إذا تساوى الشيء وظله انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر كما يأتي. نعم. لو أن عصا طولها متران مثلا فيكون ظلها متران. أي نعم، قصرت أو طالت. نعم. أي نعم. وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. لما علمنا أن وقت الظهر موسع والحمد لله، يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثله، قال يستحب تعجيل الظهر، يعني ما يقول الإنسان الوقت واسع، بل يبادر بصلاتها، يبادر بصلاتها في أول وقتها، لأن في ذلك مسارعة إلى الخير، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فيبادر بالصلاة. إلا في شدة حر، إذا كان وقت الصيف واشتد الحر، فإنه يستحب للإمام أن يؤخر الصلاة عن أول صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أن يزول حر الشمس عن وجه الأرض، حتى يتمكن الناس من الحضور ويطمئنوا في صلاتهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فمن باب الرفق بالمسلمين أنه إذا اشتد الحر فإن الظهر تؤخر عن أول وقتها، أما إذا كان الجو معتدلا أو باردا فالأفضل أن يبادر بصلاة الظهر في أول وقتها. نعم. ما مقدار هذا التأخير فضيلة الشيخ؟ بقدر ما ينكسر الحر، بقدر ما ينكسر الحر. نعم. ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني الرخصة، رخصة التأخير وقت الحر شاملة للجماعة وللمنفرد، فليصلي وحده لعذر أيضا يؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها ويصليها إذا أبرد، فالرخصة عامة للجماعة والأفراد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. نعم. ويليه وقت العصر قبل، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذه الحالة الثانية التي يستحب فيها تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها. الحالة الأولى شدة الحر، وهذه عرفناها. الحالة الثانية إذا كان الوقت وقت غيم ويخشون من هطول الأمطار ويتأذون بالمطر، فالأفضل يقول أن يؤخروا صلاة الظهر إلى آخر وقتها من أجل أن يخرجوا لها وللعصر مرة واحدة، ويوفر هذا عليهم المشقة مع وجود هذا الغيم وتوقع هطول الأمطار وحصول البرد عليهم. هذا توجيه كلامه هنا، والصحيح أن هذا قول ضعيف، وأن صلاة الظهر لا تؤخر إلا في شدة الحر لورود الدليل الدال على ذلك. نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها. يلي وقت الظهر، يعني إذا وصل ظل الشيء إلى طوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر مباشرة، فلا فاصل بين
الوقتين. صلاة العصر تسمى بالصلاة الوسطى، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح. ويبدأ وقتها إذا صار ظل الشيء مثله، أي مساويا له، ويستمر إلى مصير ظل الشيء مثله، يعني بمقدار طوله مرتين. مقدار طوله مرتين لورود الحديث بذلك. والقول الثاني أن وقتها يستمر إلى اصفرار الشمس، وذلك للحديث الصحيح وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، هذا هو وقت العصر. ويسن تعجيلها، أي صلاتها في أول الوقت، لما في ذلك من المسارعة إلى الطاعة، ولما فيه من تفريغ الذمة من الواجب، والمبادرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيل قبل هذا. قال والضرورة، أي في وقت العصر، إلى غروبها، يعني أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين. نعم. وقت اختيار ووقت اضطرار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فهو من مصير الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثله. نعم. هذا على قول. والقول الثاني أنه ما لم تصفر الشمس، هذا كله وقت اختيار. الحمد لله. أما وقت الضرورة وهو الذي لا يجوز تأخيرها إليه إلا عند الضرورة، فهو ما بين ذلك إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم. ويسن تعجيلها، هذا سبق. نعم. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، نعم، يليه وقت المغرب، يعني يلي وقت العصر بقسميها الاختياري والضروري. نعم. وقت المغرب، وعلامة دخوله علامة واضحة وهي غروب الشمس. نعم. إذا غربت الشمس في الأفق وسقط القرص كله وأقبل الليل من المشرق فقد دخل وقت المغرب وأفطر الصائم كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه علامة واضحة يعرفها كل أحد. ويستمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر، وذلك لأن الشمس إذا غربت يبقى بعدها نور. نعم. يبقى بعدها نور، وفي طرف هذا النور حمرة، في طرف النور حمرة تسمى الشفق. بالشفق. فإذا غاب البياض نهائيا لم يدخل وقت العشاء حتى يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر الذي يلي البياض الذي المتبقي بعد غروب الشمس، يعني يبقى بعد غروب الشمس شيئان، البياض وهو بقية الأشعة، وبعده من جهة الشرق يوجد أيضا حمرة تسمى بالشفق، دخول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. والشفق هو الحمرة المعترضة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، صلاة العشاء الآخرة. نعم. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق ويستمر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا الوقت المختار، ثم يدخل وقت الضرورة من بعد ثلث الليل أو بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فهي مثل العصر، لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة.
ويستحب تعجيلها في وقت في أول وقت الاختيار لما في ذلك من المبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لأجل إراحة الناس إذا تجمعوا فينبغي تعجيل صلاة العشاء من أجل إراحتهم. أما إذا كان الناس يؤثرون التأخير أو المصلي وحده فإن الأفضل أن يؤخرها إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل إذا سهل ذلك. فالعشاء تختلف عن غيرها، الصلوات التي مضت يستحب تعجيلها إلا صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار وهو إلى ثلث الليل، إلا إذا لزم على ذلك مشقة على الناس فإنها تعجل في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، يعني صلاة العشاء، فدل على أن تعجيلها إنما يكون إذا كان أرفق بالناس، وأن تأخيرها أفضل إذا لم يحصل على الناس مشقة في ذلك. نعم. قال في المغرب: ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. نعم، هذه جملة تجاوزناها. نعم. فالمغرب يسن تعجيلها على كل حال إلا ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، فإن صلاة العشاء المغرب تؤخر وتصلى مع العشاء جمع تأخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة بعد مغيب الشمس، فإنه واصل السير، ولما قال له بعض أصحابه الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، استمر صلى الله عليه وسلم في السير حتى وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء، ثم صلى صلاة المغرب وصلى بعدها العشاء قصرا بأذان واحد وإقامتين. ففي هذه المسألة تؤخر صلاة المغرب. وكذلك كل مسافر يحتاج إلى الجمع ويريد جمع التأخير فإنه يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لأن هذا أرفق به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. هذا تكلمنا عليه. نعم. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. نعم. وعلامة دخول وقت الفجر ظهور الصبح، الفجر، ظهور الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، وهو نهاية وقت العشاء، هو نهاية وقت العشاء، إذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء الضروري، وذلك بطلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، بخلاف الفجر الكاذب الذي يخرج أولا مستطيلا في السماء كذنب السرحان ثم يأتي بعده ظلمة، فهذا لا يصلى عليه صلاة الفجر لأنه من الليل. أحسن الله إليك. وإنما الفجر الذي يدخل به وقت صلاة الفجر هو الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، وهو الذي يدخل به وقت الفجر ويمسك عنده الصائم لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. وتعجيلها أفضل، ويستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، فهو موسع ولكن تعجيلها أفضل، تعجيلها في أول وقتها أفضل لما فيه من المبادرة إلى أداء الواجب. وأيضا إذا كان الإنسان مرتبطا بجماعة صلي مع جماعة فإنه يصلي معهم ولا يقول أخر إلى آخر الوقت والوقت واسع، يقول لا ما يجوز هذا، لا يجوز لك تؤخر وإن كان الوقت باقيا لأنك تفوت صلاة الجماعة، وهي واجبة
عليك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. لما عرفنا مواقيت الصلاة بين لنا رحمه الله ما يدرك به الوقت، فإذا أدرك المسلم من وقت الصلاة الذي سبق بيانه بالتفصيل قدر تكبيرة الإحرام، قدر تكبيرة الإحرام يعني دخل في كبر للإحرام ودخل في الصلاة ثم خرج الوقت، فقد أدركها أداء، أدرك الصلاة أداء أداء الحمد لله. والصحيح أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة ركعة كاملة. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله. لما تقدم بيان مواقيت الصلاة بين كيف يعرف الإنسان دخول وقت الصلاة، يعرف ذلك بالمشاهدة، بأن يشاهد هذه العلامات، يشاهد طلوع الفجر، يشاهد زوال الشمس، يشاهد الظل وطول الظل في الظهر والعصر، يشاهد غروب الشمس، يشاهد مغيب الشفق، فيدرك هذا بالمشاهدة. إذا كان هو يرى هذا فإنه يجب عليه أن يتقيد بذلك. أما إذا كان لا يرى هذه العلامات، لا يراها، فإنه يجتهد بما يغلب على ظنه دخول الوقت، وذلك بالاعتماد مثلا على التقويم، على التقويم، على التوقيت المعروف في الحسابات الفلكية، فهذا يقرب له، يقرب له دخول الوقت، وهو يفيد غلبة ظن. إذا كان لا يستطيع مشاهدة علامة الوقت بنفسه فإنه يعمل بالحساب، لأنه يغلب على الظن صحة ذلك، وهو علامة على الوقت. أو بخبر ثقة، بخبر ثقة يخبره أنه قد دخل الوقت، فإن خبر الثقة أيضا يفيد غلبة الظن، يفيد غلبة الظن. أما غير الثقة فإنه لا يعتمد على كلامه، اشترط في المخبر عن دخول الوقت أن يكون ثقة في خبره، يعني أن يكون من أهل الصدق والأمانة ومعرفة المواقيت، أيضا معرفة المواقيت التوقيت. فعرفنا أن دخول الوقت يعرف بالمشاهدة ويعرف بالقرائن التي تدل عليه، فيعمل المسلم الاجتهاد بحسب القرائن. الشيء الثالث بالخبر الثقة، إذا أخبره ثقة أن الشمس قد غربت فإنه يصلي المغرب ويفطر إذا كان صائما. إذا أخبره أحد أن الفجر قد طلع وهو ثقة فإنه يعمل بخبره فيصلي الفجر ويمسك عن الطعام والشراب وينوي الصيام، وهكذا بقية المواقيت. وخبر الثقة والحساب الفلكي يفيد غلبة الظن فقط؟ نعم يفيد غلبة الظن، ما نسمي قطعا ولا يقينا، لا غلبة الظن. وغلبة الظن يعمل بها، إذا لم يحصل اليقين نعم. يعمل بغلبة الظن. أحسن الله. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. إذا اجتهد هو في تحري الوقت ودخل في الصلاة ثم تبين له أنه قد أخطأ وأن الوقت لم يدخل، فإن صلاته تصح نافلة، تصح نافلة، نافلة، ولا بد من أداء الفريضة في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا نهاية ما سمح لنا به وقت اللقاء. شكرا لحضراتكم، وشكرا لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان، ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.